السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الأولى، معانا اليوم المحاضرة رقم 4 لمادة الجيولوجيا الهندسية اللي راح تكون تكملة للمحاضرة رقم 3. احنا سبق وتناولنا ان المكونات الرئيسية اللي راح نتناولها المكون للتربة هي السويل ميكانيك والروك ميكانيك. تناولنا بالمحاضرة رقم 3 الروك ميكانيك، طريقة الفحوصات إلها وإنتاجها وغيرها، والفحص الميكانيكي والفحص الفيزيائي كامل الأمور الخاصة بها اللي تخص مرحلتكم الحالية. اليوم راح نتناول السويل ميكانيك، ماذا يعني علم التربة؟ السويل ميكانيك is the application، هو تطبيق لجميع القوانين الخاصة بالعمليات الميكانيكية والهيدروليكية اللي الهندسية اللي راح تتعامل مع السوليد بارتيكل أو السيديمنت أو أي يعني أني أذر سوليد بارتيكل، شبي أهم فقرة بي بروديوس by mechanical and chemical disintegration، التفكك الميكانيكي والكيميائي للصخور any other، يعني سواء كان هذا يحتوي على عنصر واحد عضوي او اكثر. تمام، هذا التفسير لعلم التربة فسره العالم تيرزاقي عام 1925. طيب احنا نجي بصورة عامة حتى نعرف انه دائما السويل مكونها الرئيسي هو الويدرينج اوف روك، عوامل التجوية اللي تحصل للصخور هي المكون الرئيسي للتربة للسويل. The physical properties، الخواص الفيزيائية للسويل للتربة هي عادة شنو؟ من يتكون الفيزيكال، ننتبه، من المينرال المعادن اللي هي المكون الرئيسي تعتبر للسويل بارتيكل. تمام، فهنا هسه هاي سابقا تناولنا احنا بالمحاضرة رقم 3، قلنا هناك عندنا انواع من الصخور اللي راح تتفكك، عندنا السيديمنتري روك الصخور الرسوبية، وعندنا الميتامورفيك الصخور المتحولة، وعندنا الايجنوس الصخور النارية، وهاي السيديمنت بصورة عامة، وهنا هاي العمليات الجيولوجية اللي تجرى عليها سواء كانت ميكانيكية او كيميائية، ولا ان يكون لنا السويل بارتيكل اللي احنا نسميها السويل. سو الويدرينج شنو نعني بعمليات التجوية اللي تحدث للصخور بحيث تولد لي السوليد بارتيكل برودكت؟ التجوية الويدرينج is the process، هي العمليات of breaking down rock، الكسر الجانبي اللي يصير بالصخور يتجري تحت under شنو؟ mechanical and chemical process into the، بعد ما تجري تحت هذه العمليات ايش تحول هذه الصخور الكبيرة into the smell basis. so احنا ايش قلنا هنا؟ تناولنا بالتعريف العام الجنرال information، قلنا ميكانيكال اند كيميكال بروسيس. هسه راح نجي نعرف الميكانيكال ويذرنج متسمين may be caused by expansion، هو التمدد اند كونتراكشن والتقلص اللي يصير بالصخور of the continuous، نتيجة شنو؟ الكسب المستمر او الفقدان المستمر للحرارة، كسب فقدان للحرارة. تمام، هذا هو المكون الميكانيكي اللي راح شيء يولد لي ultimate disintegration، يعني شنو؟ تفكك مثل نقول بجزء كبير من الصخور، وبالتالي من تتفكك هذه الصخور او يصير بها كراكات نتيجة التمدد تقلص، تمدد تقلص سبب فقدان واكتساب حرارة، الماء ايش راح يصير به؟ سيب يتسرب into the pores اللي داخل هاي الفجوات اللي تكونت او الكراكات اللي تكونت بالصخور. زين، من تنخفض درجات الحرارة؟ يعني وكأنه من أجيب لك سؤال أقول لك what the physical process of mechanical weathering، تسمي لي هاي الخطوات. تمام عيني، as the temperature drop، بعد ذلك عندما تنخفض درجات الحرارة الماء اللي صار بي water seep into the pore of the يعني into the rock راح يصير بي freezing، راح يتجمد and after that expand، وبعد ذلك يتمدد. البressure المتولد حجم، يعني نتيجة أكيد الفريزنج راح يولد لنا برجر، وبالتالي الفوليوم راح يصير بإكسبانشن، هاي قوة الفوليوم والإكسبانشن راح تكون جدا قوية very strong enough to break down large rock، جدا قوية حتى تكسر لنا الصخور الكبيرة. ايش تضمن لنا؟ أو هاي عن طريق من الفريزنج، هاي أول طريقة للميكانيكال ويذرنج. الطريقة الثانية بسبب الوند، الرياح العالية، الأعاصير ممكن تسبب لي كسر بالصخور. الرننج اوف ووتر ستريم، قوة اصطدام أو تراطم موجات المياه، وين
بالسترين بالأنهار وبالجداول، وكذلك الأوشين ويف وموجات المحيطات. هاي صورة تعريفية عن بعض أنواع العوامل الفيزيائية اللي تأثر بميكانيكية الصخور وتفتتها وتحولها إلى solid particle اللي احنا نسميه soil. العملية الثانية اللي تناولناها بالتعريف العام قلنا under chemical process. What's mean of chemical process? It's mean the origin rock. الصخور الأصلية تتكون من معادن، هاي المعادن راح يصير بيها يعني تحدث بيها تفاعل كيميائي نسميه احنا chemical reaction. Like what مثلا؟ احنا عندنا الماء والكربون ديوكسيد ثاني أكسيد الكربون راح يتفاعلون بالجو يكون لنا حامض، حامض الكربونيك. هذا حامض الكربونيك راح يتفاعل مع الصخور التي تحتوي على معادن بنسبة كبيرة، وبالتالي راح تذوب ويكون لنا تجوية ويذرنج بالصخور. أو ممكن ذوبان الأملاح سوليبل سيلت، دائما احنا يصير عندنا ذوبان بالأملاح بالجراوند ووتر اند اورجانيك اسيد الفورميد فروم ديسيد اورجانيك ماتيريال، هاي يسمونها الكيميكال ويذرنج او التجويه الكيميائيه. الموضوع اللي راح نتناوله هو شلون اني صارت عمليه تكسير، تكسرت الصخور تحت تاثير العمليات الكيميائيه والعمليات الميكانيكيه. او العمليات الميكانيكيه نفسها تقريبا تشبه العمليات نقدر نقول الفيزيائيه، يعني بإلها اسم ثاني اما ميكانيكال بروسس او فيزيكال بروسس. بعد ما يجرى عمليه تكسير للصخور او تحت تاثير التجويه اللي اجرت بالعمليات الكيميائيه او نسميها والميكانيكيه او نسميها الفيزيائيه، راح نجي يصير لازم يصير بها ترانسبورت نقل. فهذا الموضوع اسمه ترانسبورتيشن اوف وذرنج برودكت، يعني طرق نقل او انتقال المواد او المنتجات احنا نسميها البرودكتس وذرنج، المنتجات اللي نتجت تحت تاثير التجويه. نجي ذا برودكت، المنتجات اللي احنا نقترب بها شلون يعني نقول بعد ما تكسرت الصخور الكبيره تحولت الى بيس الصغير، هذا البيس احنا نسميه برودكت. The product of weathering may be stay، اما تبقى بنفس المكان ما تتحرك اذا او تتحرك الى مكان اخر، يعني الصخور تتكسر اما تبقى بمكانها او تنتقل الى مكان ثاني عن طريق الجليد او عن طريق الووتر او عن طريق الرياح او عن طريق الجاذبية الارضية. هسه نجي السويل او السوليد بارتيكل او البرودكت اللي تنتج بعمليات التجوية لكن تبقى بنفس مكانها الاصلي ما تنتقل الى مكان اخر يسموها الريزيدوال سويل. تمام عيني؟ هاي اهم تعريف لها ريزيدوال سويل. تتميز هاي شنو مميزاتها الكاركترستيك اللي تمتلكها؟ دائما تمتلك انه تنوع بالجراديشن، يعني تنوع بالتدريج مالتها بالبارتيكل. الفاين بارتيكل تصير اعلى شيء بالسيرفس، بعد ذلك تتدرج الجرين سايز مالتها يزداد تدريجيا مع العمق الى ان نوصل الى اكبر اعماق تتواجد اكبر، يعني اعماق تتواجد بها اكبر سايز. لكن النوع الثاني اللي هي تنقل، اكو تربه تنقل ذا ترانسبورتنج سويل. الترانسبورتنج سويل احنا تتقسم ما لها اسم واحد، اللي تبقى بنفس مكانها الاصلي قلنا شو نسميها ريزيدوال سويل، لكن اللي تنقل تحت اي تاثير عامل راح لها تسميات. التسميات هاي تسمتها على حسب طريقه العامل الناقل لها. نمبر 1 glacial soil. الglacial soil هذا ينتقل عن طريق الترانسبورتيشن النقل اند ديبوزيشن والترسيب وين؟ بالانهار الجليديه glaciers. هاي اول نوع من التراب يسموه glacial soil. الثاني الالاوبل soil، التراب الطمويه. هاي التراب الطمويه تنقل وتترسب وين؟ بالستريم بمجاري المياه. اللي بعدها اللاكوستيريان سويل. هاي اللاكوستيريان سويل تتكون تترسب دائما بالكوايت لايك بالبحيرات الهادئه اللي ما تحتوي على تراطم امواج عالي. المارين سويل اللي احنا نسميها التربه البحريه، هاي تتكون وتترسب داخل البحار. الالوليان سويل هاي تترسب وتتكون بسبب تاثير الرياح. والكو اللاوفل سويل هاي تتكون وتتحرك وتترسب
تنتقل إلى مكان آخر وتترسب نتيجة تأثير الجاذبية أو تأثير الانهيارات الأرضية. هاي الأنواع جدا مهمة، يعني مرجح تجيكم بالامتحانات، إنه النوع اللي يبقى ثابت اسمه الريزيجوال، والنوع اللي ينتقل إنه 6 أنواع ما لها اسم واحد، كل اسم على حسب نوع الناقل الرئيسي إليه. إلى هنا تنتهي محاضرتنا، محاضرة رقم 4. إن شاء الله نلتقيكم بالمحاضرات القادمة. إذا أي سؤال أو استفسار عندكم تقدرون تراسلونا على القناة. ألتقيكم بالمحاضرات القادمة، دمتم بأمان الله وحفظه.